مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من التغطيه اللي عم نقدمها في الاردن بفندق لاند مارك عمان. معنا اليوم اعلاميه متالقه في التلفزيون الاردني اسمها هنا الاعرج. هنا الاعرج درست هندسه كيميائيه في الجامعه الاردنيه، بعدين كملت HR وتريننج في HR بامريكا، ثم انتقلت للاعلام. خلينا نتعرف عليها اكثر. اهلا وسهلا فيكي هنا. اهلا فيكي. شكرا كثير. اليوم احنا اليوم طبعا قدمنا مقابله، كان لي شرف يوم جديد، يعني لي شرف اني انا اكون عندك. لما الشرف كان لنا بالفعل. ما شاء الله عليك، انت قيمه مضافه لكل العرب، نموذج ايجابي جدا عم بيعطي، بصور الصوره الصح عن قديش في ابداع عند العرب. الله يخليك. استمتعنا جدا في مقابلتك. انا والله تشرفت فيكي، وانت يعني كنتي اكثر كصديقه، يعني اتعرفت عليكي قبل قد ايه، اسبوع تقريبا، وكانه بنعرف بعض من زمان. فشكرا كثير لك وعلى تواضعك، ويسلموا على الاستضافه اليوم. عارفين اكثر عن حالك، ليش بعد هالدراسات صرتي في الاعلام؟ يمكن اصعب شيء، ما بعرف اذا انت بتشاركيني الراي، الواحد يحكي عن حاله وخاصه قدام الكاميرا وللناس، بس اذا هيك بصوره سريعه بقدر اقول لك اني انسانه كثير بسيطه، انسانه عفويه، بحب الناس كثير. يمكن هاي هي النقله اللي خلتني، او يعني هاي الصفات اللي خلتني انقل للاعلام. عملت هندسه كيميائيه لانه كان معدلي عالي بالتوجيهي، وزمان على ايام قدمت توجيهي بتعرفي كانت الصوره دائما انه يعني الواحد يدرس شيء علمي او شيء مهندس بالضبط. لكن الحمد لله لحسن حظي انه بعد بسنتين من الشغل بالهندسه قررت واخذت قرار جازم وحاسم انه انا لازم اغير الفيلد. ما لقيت حالي بصراحه بالهندسه، مع انه الحمد لله ما عمري ندمت اني درست الهندسه. الهندسه دائما بتعطيكي طريقه معينه بالتفكير، بتصيري اكثر تحللي يمكن صح، اكثر عندك مهارات تساعدك حتى بحياتك بشكل عام. قد ايش اشتغلتي بالهندسة؟ اشتغلت سنتين، ويعني حتى أكون كتير دقيقة يمكن سنة وثمان أو تسعة أشهر. اشتغلت كريسيرش انجينير، كمهندسة أبحاث. ويعني بالرغم من أني أنا بحب القراية وبحب البحث بالتأكيد، بس دائما كنت أحس عندي مهارات التواصل مع الناس والتعامل معهم هي اللي كانت تأخذ كتير مساحة مني، يعني أو يعني حيز من شخصيتي كتير. فحبيت أعمل إشي هالمرة يعني يخليني أنخرط في مهارات التعامل مع الناس، فقررت إني أكمل إدارة موارد بشرية وتدريب تحديداً في أمريكا. عملت هاير دبلومة بأمريكا، ويعني استمتعت بهذا الفيلد، لقيت حالي كتير فيه لدرجة إنه صار يعني وشغف. رجعت على الأردن، اشتغلت تقريباً 12 سنة بمجال التدريب، وكان دايماً مجال شغلي تحت مظلة أو مؤسسات إنسانية أو مؤسسات مجتمع مدني. لازم كان دائما يكون في رساله، يعني ما قدرت اني اشتغل بعمل ربحي تماما. طبعا ما بنحكي هون ايش الصح وايش الغلط، هذا بالنهايه بيعتمد على الشخص نفسه وايش الرساله اللي قناعاته وايش الرساله اللي هو حابب يعني رسالته بالحياه بشكل عام. هلا دخلت الاعلام قبل 4 سنين بمحض الصدفه، لكن بعدين اكتشفت انه يمكن هذا الشيء كان مقدر لإلي. كنت رايحه على التلفزيون الاردني، كان مطلوب مني اعمل زي جاب اناليسيس، انه تحليل احتياجات تدريبيه، وايامها يعني قعدت مع الاداره الموجوده هناك. لما كان الموضوع يتعلق بالتدريب وبشغلي، انا دائما مقتنعه تماما انه اي شخص بده يكون بوظيفه لازم يحبها كثير ويامن فيها كثير، لانه بالتاكيد راح تبين عليه وراح تبين على نوعيه الشغل اللي هو بيقدمه. فلما كنت احكي عن التدريب كنت احكي عنه بعشق وحب بطريقه مش معقوله. فانبسطت وقتها مديره التلفزيون بهذاك الوقت، وبوجه لها تحيه ست هاله زريقات، يمكن هلا هي انتقلت لمحطه ثانيه. وبنفس اليوم اتصلت فيه تليفون، قالت لي شو رايك تقدمي معنا برنامج. فقلت لها برنامج، يعني كانت صدمة بالبداية. قالت لي أنا ما بدي أكثر من اللي شفته بالمكتب، بدي إياكي أنت بعفويتك، يعني إن شاء الله بالثقافة والمعلومات اللي موجودة عندك، والشغلة رح تكون تدريجية. هلا يمكن بطبيعتي كمان بحب شوي أوسع الكومفورت زون أو دائرة الراحة، يعني دائما بحب يكون في تحدي يعني بالأشياء اللي بعملها. فحكيت أوكي. طب أنت هلا عم تطلعي لايف، ما خفتي إنه من أولها
يعني على طول تعملي لايف شوز و كان تحدي كثير مباشر. كبير يعني انا ما دربت كثير من خلال التلفزيون الاردني، كان معظم الجلسات اللي اخذتها التدريبيه لها علاقه بالصوت، يعني عشان تعرفي عاده المقدم او الاعلامي يعني في مقومات تحديدا للصوت. هلا احنا كثير اسهل من الاخبار بالنهايه، يعني ما بدنا هالصوت الاخباري الكثير، بس بنفس الوقت في صوت بيس لازم انت تطلعين. اول مره كانت موجوده كانت اكيد صعبه، بس لما حضرت الحلقة، لما عدت الحلقة ما حسيت، يعني ما تضايقت، يعني بالعكس كنت مبسوطة إني أديت بهاي الطريقة. كنت عم بحكي لهم إذا أنا ما اقتنعت بحالي أنا ما بدي أكمل، لأنه بالنسبة لي كانت رسالة أكثر من إنها حب ظهور أو أكثر من إنه الناس تصير تعرفك على الشاشة. فحسيت إنه لا، إن شاء الله يكون، يعني أنا شعرت إنه يمكن في بذرة ولكن لازم أطورها وأشتغل عليها. طب هلأ بلشت المسيرة، بدأتي على طول في يوم جديد؟ بلشت البداية بيوم جديد. البداية كانت طبعا متواضعة، كنت أعمل مرة بالأسبوع، كان في زي بلوكات أو يعني فقرات ثابتة، كنت أحس دائما أني يعني ممتلكي أدواتها، كانت لها علاقة بمواضيع اجتماعية أو تغذوية أو رياضية. كنا وقتها كتير عم نوعي الأشخاص بأهمية الرياضة بشكل عام بحياتنا، وأنه الرياضة مش لازم تكون روتينية أو مملة، فكنا دائما نفكر هيك بأفكار عملية بتناسب الكل. طب قبل ما نحكي أكثر بتفصيل عن يوم جديد، هلا هو برنامج يومي طبعا، كيف هلا أنت متزوجة وعندك أولاد، كيف تقدري توازني الوقت بين البرنامج بين التحضير لإله؟ يعني أنا بعمل برنامج تسجيل مش لايف، وبتعب وبحس بالضغط، يعني اليوم أنتوا لايف وهذا، وشفت أنا كيف يعني كيف العجقة ورا الكاميرا، العجقة والدنيا. لا، وهي أسهل شيء أنا بحس اليوم اللي بيكون فيه الحلقة. هلا كل شيء صعب، يعني كل التحضير اللي بالفعل بده كتير وقت بيكون قبل، وخاصة أني أنا بعد كل الفقرات اللي أنا بقدمها. بس أنا أحلى إشي بحسدهم عليه أنه لايف بتخلص ما في مونتاج. صح، هذا يعني ما مونتاج، نضطر نعيد نسجل صوت. أنا كان إلي تجربة بالتسجيل وبالفعل إنها أصعب، لأنه أنا بشعر إنه الإشي اللي بطلع أول مرة الإشي العفوي هو اللي بطلع أكتر من القلب يعني. بالزبط. بس التسجيل كمان إله تحدي، فيه إيجابيات وسلبيات. وبدي أرجع على سؤال التوازن الواحد بيقدر يخلقه، يمكن هاي لها علاقة يعني كانت بطبيعة حياتي حتى من قبل، يعني من أيام الجامعة. بتعرف الواحد يدرس هندسة، وأنا يعني خريجة جامعة أردنية، وجامعة أردنية معروفة إنه يعني بالفعل، وخاصة عم بحكي قبل 20-22 سنة، بقديش كان في متطلبات يعني للدراسة. فتعلمنا بدون ما حدا يعلمنا قدي مهم الواحد ينظم وقته ولا ما بلحق، يعني كان يكون في المحاضرات والمشاريع واللابز والمشاغل، فمن هون بتبلش السكيل إذا بدك تطلع. يعني بالإضافة إنه قدي البيت مرات ممكن يخلق عندك ثقافة معينة هيك تربي معها، يعني قبل ما إنه أنت تتعلميها. هلأ التوازن شغل كتير أساسي، ما بقدر أنكر دعم زوجي أبداً، دعم أهلي وخاصة أمي الله يخليها يا ربي ويطول عمرها ويكتر أعدادها بالأردن، لأنه ما هلأ كتير كمان بيسافروا على كندا، كمان كتير دعمتني وكانت مقتنعة كتير في كل الموضوع. وأعتقد هي تنظيم الوقت أكتر، ما بحب أترك الأشياء أو أعلقها لآخر دقيقة، بحاول يعني أشتغل على سبوك. في وقت لبيتك، في وقت لأولادك، وفي وقت يعني الحمد لله بتأمل أنه يعني أكون بالفعل عم بخلق هذا التوازن، بس نشكر الله يعني العلاقة متوازنة ويعني في جو صحي الحمد لله رب العالمين. طب احكي لنا هلأ عن يوم جديد، تفصيل أكثر عنه. يوم جديد بالنسبة لإلي شيء أساسي صار بحياتي، يعني هو يعني الإعلام بشكل عام جديد. وهذا البرنامج بشكل خاص بحس مرات هو الهوى اللي أنا بتنفسه. ليش؟ لأنه قادر يكون هالقد متنوع، قادر يطرح كل هالقضايا، قادر يكون فيها التنوع حتى من بالضيوف بفئات مختلفة بأعمار مختلفة بطبقات مختلفة، والحمد لله نسبة المشاهدة كتير عالية، بتاخدي حتى مرات الفيدباك يعني مباشرة بعد الحلقة إذا مش بعد الفقرة. ويعني الإعداد بالنسبة لإلي على قد ما هو صعب على قد ما هو ممتع، لأنه أنا الرسالة اللي متبنيتها تحديدا، وأنا ما بحب أحكي أنا بالتأكيد يعني هي كفريق إحنا اللي عم نحكي، بس بالنهاية أنت بتعرفي إنه كل إعلامي ممكن يكون مقتنع برسالة معينة وبيحاول انه يوصلها للناس. طب انا هون بدي اسالك شو القضايا اللي بتحبي تركزي عليها؟ القضايا اللي بحب اركز عليها هي القضايا اللي بتمس المواطنين
من وين ما كانوا موجودين. بحب كتير أبرز قصص النجاح، ويمكن هي يعني كتير متشابه في أنا وياك اللي للناس اللي موجودة، لأنه بلادنا الحمد لله فيها الخير الكتير، الإبداعات موجودة. الإبداعات موجودة مرات بتستغربي بالأطراف بالمحافظات وين ما في معاناة أكتر بتنخلق لسه الإبداع يعني والإيجابية أكتر. فمنحاول إنه نغطي مواضيع بالفعل تلامس حياة المواطن كلها، يعني بنطرح مواضيع لها علاقة بالأمور الصحية كتير، مواضيع الطبية. قد إيه الحمد لله صار في وعي عند الأشخاص فقط بمجرد طرحنا هاي المواضيع وانتقائنا الصح للضيوف، لأنه بالنهاية أنت بتحكي عن موضوع طبي، إذا عم بحكي بطريقة تقنية وفنية أو إذا اللي بيحاوره عم بيكون هالقد يعني مصطلحاته صعبة مش رح توصل المسج. عم نحكي بلغة عم بيفهموها كل الأشخاص، بس عم تخلق كتير توعية. بنطرح دائما مواضيع تغذوية، مواضيع لها علاقة بالمرأة، مواضيع تنموية، مواضيع لها علاقة بالشباب، وبنفس الوقت بنطرح الأمور والقضايا الساخنة اللي بتكون موجودة على القطاع المحلي الرسمي. ف يعني وعم نحاول إنه نقدم الرأي والرأي الآخر في مواضيع حتى من التابويات اللي زمان يمكن قبل 10 سنين كان صعب إنها تنطرح بالإعلام. الحمد لله طرحتها وبسطت كتير من الفيدباك. يعني بتذكر قديه أخذنا تغذية راجعة، يعني تغذية راجعة كتير حلوة لما طرحنا موضوع القتل بدافع الشرف. أنا ما بحب أسميهم جرائم الشرف لأنه الشرف حرام نقطره بهالمفهوم الضيق، يعني هاي الكلمة كتير أكبر من هيك. فهذا الموضوع يمكن قبل 10 سنين كان كتير صعب الواحد يطرحه، طرحناه بسقف حرية كتير عالي. طرحت أمور عن ثقافة العيب، مش لها علاقة بس بالشباب وإنه ما بيشتغل هيك، لأنه هذا بتهيأ لي إحنا تجاوزناه إلى حد بعيد. طرحت مواضيع ثقافة العيب اللي هي صمت الزوجات أو الأشخاص بشكل عام عن العنف، ثقافة العيب الوحدة بتتحمل. يعني مواضيع مثل هاي حساسة كتير. هل لقيتي كيف كانت الرياكشن؟ لقيتي لها حلول؟ الناس اندمجت؟ الناس اندمجت كتير لأنها هاي مواضيع بتمس، يعني ما بدي احكي كل بيت، بس كل بيت بالتاكيد في يعني احنا بالنهايه المجتمع في مشاكل، يعني في مشاكل ما بنقدر احنا نضلنا حاطين روسنا مثل النعامه يعني دفنينها يعني تحت التراب. اذا ما انطرحت من خلال اعلامنا الرسمي الناس راح تدور على وسائل تانية وتسمعها. فكنا نطرحها مع يعني ما بقدر اقول لك ما عملت احصائيه اذا عن جد صار في حلول او صار فيها النقله، لكن بمجرد طرحنا لهاي المواضيع بمجرد تفتيحنا الناس صارت تتشجع اكثر تحكي العالم وتشارك بارائهم. يعني هلا ممكن بجرائم القتل بدافع الشرف اكيد كان في بصمه على الاقل الناس، يعني لما بتجيبي انت شيخ دين وخوري عم تحكي انه هذا الاشي مرفوض جمله وتفصيلا من كل الاديان، لما قدرنا نصور مرات بسجون يعني بدون ما نبين طبعا يعني مين اللي موجودين، لإخوة اضطروا انهم يقتلوا خواتهم للاسف بسبب يعني بسبب هيك شغله طائشه. قد ايه هم ندمانين يعني الا تحرك إشي عند الاشخاص. صح. يعني بس الحمد لله عم نحاول نطرح مواضيع، ودائما الواحد بتطور، دائما الواحد بسمع. واذا انت بتكوني منخرطه مع الناس بتحسي ان المواد عم بتعد حالها لحالها. يعني بالبدايه كانت الاعداد كتير اصعب، هلا بمجرد ما انه انت دائما موجوده مع يعني مع الاشخاص مع الناس بكتير من الفعاليات، فبتحسي ان الماده ممكن هي تكون ماده دسمه تيجي لعندك، بس انت تحاولي كيف تقولي بيها بطريقه صح، يعني تلامس اكثر قلب اللي عم بشوفك يمكن اكثر من عقله، لانه متى ما اقتنع فيكي متى ما قدرتي تعملي هالمصداقيه الناس بالتاكيد رح تسمع. ومره على مره يا رب ان شاء الله انه نحاول نقدر يعني طيب نغير. السؤال قبل الاخير، من خلال خبرتك في الاعلام في الاردن كيف شايفه لنا مستقبل هالاعلام في الوطن العربي وخصوصا في الاردن؟ يعني انا متفائله يعني هلا اكثر من اي وقت. تلاقي تحسن بطيء، تحسن سريع مع وجود كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت اكيد عندك درايه وخبره فيها كثير اكثر مني، مع وجود المعلومه في كل مكان. هلا كل حدا بيقدر يوصل للمعلومه، بيقدر يوصل لكل الاخبار. بطل
الأقل تقدر قناة رسمية أو إعلام رسمي أو أي فضائية بالدنيا إنه يعني تظهر شيء وتخفي شيء ثاني. هلأ بالعكس يعني إذا القائمين على الإعلام ويعني أكيد موجه لهم كل التحية، ولا إحنا عم نشوف إنه بالفعل عم بيصير في تطوير كأبروتشز كمنهجيات واستراتيجيات إذا يعني عشان يقدروا يرجعوا المواطن العربي للإعلام الرسمي والإعلام الخاص الموجود في البلاد العربية، لازم بالفعل يطرحوا جميع القضايا، ياخذوا الرأي والرأي الآخر، هم ترجع المصداقية بتزيد وبتزيد نسبة المشاهدة. ومن خلال برنامجنا المتواضع كتير، شو الرسالة اللي بتحب توجيها لهالعرب بالأردن وبالوطن وبكندا وبنورث أمريكا؟ أول إشي بدي أوجه رسالة إنه ما إنه في أشخاص مثل لما العقاد، فأكيد إحنا الدنيا لسه كتير فيها خير. الرسالة اللي بوجهها إنه يعني أديانا بشكل عام هي أديان تسامح، أديان أخلاق بالضبط، هي أديان فيها المعاملة يعني أو بتركز على المعاملة اللي كتير منيحة. والحمد لله الخير موجود عند كتير ناس، يعني ياريت نقدر ننقل هالصورة اللي هي موجودة عنا للعالم الغربي، لأنه إحنا بنعرف قد الإعلام الغربي تحديداً بيقدر يغسل أدمغة وعقول، فياريت إحنا بس نقدر نفرجي الإشي الصح علشان نثبت لكل الناس اللي مغسولة دماغها بسبب الإعلام الغربي إنه يعني لا، شوفوا الوجه الثاني وهو وجه كتير إيجابي. طب هنا شو رأيك، بدي اقترح عليك الاقتراح، شو رأيك تختمي لنا البرنامج؟ بحب كتير اختم يعني مع وجود لما العقاد. بدي اشكرك لما، بدي اشكركم مشاهدينا، وبدي اوجه رسالة انه بالفعل هالقناة لما تي في إن شاء الله يا ربي نكون لها مستقبل كتير كبير. هالقناة رح تقدر تخلق جسور تواصل ما بين العرب في كل مكان. لما وكل عربي بده دعمكم. طبعا أنا تشرفت بوجودك لما، وتشرفنا بوجودكم مشاهدينا. إن شاء الله يا رب يكون في إلنا انترفيوز تانية، ولازم كلكم بإذن الله تحضروا المقابلة اللي إحنا أجريناها مع لما بالتلفزيون الأردني، كانت مقابلة مميزة. إلى اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا، بنشوفكم بحلقه جديده، وشكرا لهنا مذيعه متالقه دائما في التلفزيون الاردني، ونتمنى انكم تقدروا تتابعوا على الانترنت في بث مباشر للتلفزيون الاردني. نتمنى انكم تتابعوا إن يوم جديد على الانترنت على ويب سايت التلفزيون الاردني. مع السلامه، بنشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله.